وفرصة كبيرة مهمة جدا. الشحات وردة الفعل الأهلوية، شحات سبق كورته وترجع الكرة ركنية. وعجاف السنين بالدوري المغربي أمام الوداد في آخر الأسابيع. لاعب أفريكا سبور عام 92 اسمه سيكو. هل فيها خطأ أم لا؟ شاهدوا اللقطة أمامك، هنا الكرة، هنا الانطلاقة. هل مسيطر على الكرة؟ الحارم انتيان قد خمت اقتلزاء الاهلي خطير، او الانطلاقات خطيرة، والحكم شيكول. الاتحاد يتقدم، الاتحادي في كرة عرضية خطيرة، والحارس شانس. ولفينال كاس السوبر في افريقيا خطيرة جدا وملعوبة، ترجع الكرة على طريق ربيع وسط وموجود العملاق شناوي. مباراة حلوة. رضا سليم يعدي الاولاني، رضا والتدخل الدفاعي، التاكلينج صحيح. في الجزائر من سنوات رامي ربيعه، يمشي الشحات، خطيره من الشحات، ضربه الراس، ترجع الكره عن طريق، كاد يسجل للاهداف. الولد القادم من جابورون يضرب براسيه، ولكن في الوضع رضا سليم كهربا خطيره جدا، الدخله من رضا والحارس بالبوت بالافتتاح. فالمباراه فيها اهداف، انطلق الفريق الجزائري، التسديدة ضعيفة وشن ممتازة عن طريق كهربا، يدخل رضا سليم، لاعب سيضيف كثير للنادي الاهلي. باش من سليف يخرج راس، كرة خطيرة صعبة ملعوبة، يرجع دفاع يغطي، الحكم يقول العب لك، يرجع بالكرة هاني، قوي هاني، توغل اليمين، ترجع الكرة وسط الميدان، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، الهربة والدخلة، حط بدنه عبد المنعم. ترجع كرة جزائرية، يخرج الشناوي ما يلتقي الفتح الرباطي في قمة من أعلى تراس من أجل دخول دوري مجموعة. ترجع الكرة للفريق الأهلاوي، رضا سليم، شوف انطلاقات رضا. الاتحاد والكونتر أتاك، يلعب الكرة بعيدة البوتسواني وضربة مرمى، يمشي يحط الكرة، ترجع بالراس من الدفاع، رجعت من كهرب. حورية كوناكري أو حافية كوناكري في ماتش شهير، خطيرة لو تتشات، ولكن الدفاع موجود. ديانج يمشي، ديانج يمر، ديانج يعدي، ديانج باسي، الدفاع يتصدى، أتشو يتفرج. الكونفدرالية هذا العام، الدفاع الجزائري في الوسط يعاني، كرة خطيرة من كهربا والركنية في السعودية. من مع الشهر مسابقة، كيفاش تبدا وكيفاش توصل؟ هاي تكتيكلي يا جلال، الكرة ترجع مرة أخرى. اللقطة يدخل ديانج، الفار فيه تخبى، والفريق المصراوي يمشي علي معلول، خطيرة وهدف لا، الدفاع يتصدى. أكثر حرص على التهديف ممتازة بين الشحات ومعلول وعلي. جزائر تلعب الكرة ممتازة في دار الدفاع، ولكن عبد المنعم في التغطية بهدوء، قال مع اليمين، محاولة التوزيع، الأهلي يسكر في الدفاع، والكرة ما فيهاش هاندبول، فيهاش كرة من معلول، يمشي معلول، هذه خطيرة، والدفاع الجزائري يستأسد. وإمام عاشور يريد أولى أهدافه وفي أولى نهاياته، علام لو اسما الجراندي سوستارا، يمشي كرة من معلول بالراس، هو كرة أرف. هذه من أخطر الكرات، هذه أقوى التسديدات، قاتل الفريق الجزائري، يدخل منطقة الجزاء خطيرة، فدفاع الحكم كان قريبا، شكرا، الحكم يقول سأشاهد اللقطة، سأشاهد اللقطة، هذا يعني أنه في الفار قالوا له في بينالتي، أتشو يتحمل مسؤولية في هذا التوقيت. طبعا دائما نذكر أنه القرار يبقى للحكم. يقول ضربة جزاء للياسما بالعيد، زين الدين بالعيد، وجول 1-0 للياسما، 1-0 لأولاد الباشا، الأولاد الباشا يتقدمون 1-0 عن طريق زين الدين بالعيد، 1-0 للفرقة الجزائرية. فرحة كبيرة لجمهور السوستارة، ولو أنهم بعض العشرات، الأغلبية الكاسحة هنا جمهور الأهلي في الطائف هنا في استاد الكينج فهد، تتغير النتيجة والمباراة على ضرب الجزاء بإقرار الفار، يتقدم الكابيتان ويحطها على يسار شناوي، 1-0 للياسما، انطلاقة جديدة في هذا النهائي، انطلاقة أخرى في هذا الفينال، الهدف 71 في نهاية السوبر، الياسما روسوناري دارجي يتقدمون بأولى الأهداف.
1-0 عن طريق بلعيد. شناوي خذاه الجانب الايمن وبلعيد اللي ما ضيع حتى ضرب الجزاء يمشي في اليسار يمشي بهدوء ويحسد كفاح وقصة نجاح يمشي عليل عبد المنعم خطافة يمشي كرة على طريق عاشور. عاشور قوية فكرتها باية علي يحاول ولكن هاو اتحاد يذوري بقى في هذه الكرة. شوف ما تفطلوش عبد المنعم يارب اطلق قصة نجاح. والجزائر العاصمة والعشاق بينما الاهلي اخر كرة عرضية والركنية ضربة خطيرة على النادي الاهلي. طوبي سانج يعمل عرضية بدل يشوت والكرة خطيرة امام النادي الاهلي. شوف الكرة خطيرة الشحات امام عاشور والحارس على طريقة الهدف. امام عاشور امام وعلي وامام يحل الثغرة والدفاع والركنية. اولادي واولادك يمشي علي معلول يمشي علي والدفاع يتصدع ترجع بالكرة ما ترجع.